عودة لحضراتكم مرة أخرى وختام ومسك مع الموسيقى والغناء علشان يبقى الاحتفال احتفال بجد. الشباب كلهم في هذه الأيام قرروا أنهم يجمعوا نفسهم ويعيدوا فكرة الفرق مرة تانية اللي كانت اندثرت وكان النجم الواحد اللي بيغني هو اللي موجود على الساحة، لكن الفرق دلوقتي الشبابية موجودة بتعبر عن نفسها إما بموسيقاها أو بموسيقى عربية أصيلة هم بيحبوها وعاوزين يقدموها لنا من خلال حلقاتنا. النهاردة معانا فرقة حنين وهي فرقة بتقدم موسيقى عربية جميلة وخالصة، هنتعرف بيهم ونحتفل معاهم النهاردة بالغنى. صباح الخير عليكم. صباح الخير. هتعرف عليكم كده معلش بعد إذنكم في المايك. المايك اتفضل. عايز يفوت حسن عمر، أهلا وسهلا. اتفضل. أهلا بيك يا محمد. علي صوتك مش سامعك. باسل، أهلا وسهلا باسل. اهلا بيك يا عم. الحقيقه منتهى السعاده اللي في الدنيا لما نشوف سنه صغير ورايح للموهبه الحقيقيه والموسيقى الحقيقيه الجميله اللي اتربى عليها اجيال كتير. ان شاء الله الامل فيكم انكم ترجعوا لنا مره ثانيه الاغاني الحلوه في الجو الوحش اللي احنا بنعيش فيه في الحاله الفنيه، انا اقصد كده طبعا. مش هنتكلم قد ما هنسمع منكم النهارده وشوفوا هتبداوا معانا بايه النهارده ان شاء الله. يلا اتفضل اتفضل. بس اكيد يعني في اغاني كتير وكمان عزف، هتسمعونا عزف ولا اغاني؟ لا في عزف وفي اغاني. طب العزف هتعزفوا لنا ايه؟ دي تاليفكم ولا؟ تاليف استاذ صبر عبد السلام. اتفضل. Thank you.
طبعا انتوا يعني واضح ان انتوا اهتمامكم بالموسيقى العربيه كلها معظمها. فاحنا سعداء ان في شباب مهتمين بالموسيقى العربيه وبيحاولوا اعادتها مره ثانيه للناس. هتسمعونا ايه ثاني؟ يلا اتفضل. سلامات وحشني تلات ايام، تلات سلامات وحشني تلات ايام، بايدي سلام وعيني سلام، بايدي سلام وعيني سلام وقلبي سلام. بعدك يا جميل طول ودا أول بعد بطول، تلات أيام يا روح قلبي وأنا جنبي حسود وعزوز، تلات ايام يا روح قلبي وانا جنبي حسود وعزول، تلات ايام يا روح قلبي وانا جنبي حسود وعزول. نورتونا شباب، كل سنه وانتم طيبين وكل سنه ومصر بألف خير يا رب، ودايما في اعياد ودايما بنحافظ عليها ودايما كلنا ايد واحده وبنفكر نفسنا وبنفكر حضراتكم دايما انه هذا الوطن هو اللي بيحمينا، هذا الوطن اللي احنا عايشين على ارضه، ربنا يحمي مصر دائما ودائما مصر جميله يا رب. والفرحه حلوه وكل الايام اللي جايه اعياد يا رب نعيش الفرحه وننسى كل الاحزان وننسى كل الخلافات وتبقى ايام جميله كلها فرحه لكل المصريين باذن الله. غدا ان شاء الله شم النسيم تلتقوا معانا وحلقه مميزه جديده. الى اللقاء.